بلغ علي 63 سنة وتعب كثيرا. أهل الشام لم يساندوه، وأهل العراق لم يساندوه، فبدأ يقول: اللهم ارحمهم مني وارحمني منهم وارض عني وعنهم. وأخذ يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وإني أراك يا علي لا تموت حتى تخضب هذه من هذه، يعني حتى تخضب رقبتك التي يخرج منها الدم، تخضب لحيتك من هذه وتملأ دما لحيتك، يا علي ستصيبك فتنة بعدي. قال: فقلت: يا رسول الله، أفي سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. قال: إذن لا أبالي. مرة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من أشقى الناس؟ علي يعرف أنه سيموت مقتول. أتعرف من أشقى الناس يا علي؟ قلت: أشقاها الذي عقر الناقة من قوم صالح. قال: في هذا في زمن ولى، أما في زماننا أشقى هذه الأمة هو قاتلك، الرجل الذي سيقتلك هو أشقاها. ولما مرض مرة علي وهو في الكوفة، قالوا: يا علي، أنا أخذك إلى المدينة حتى لا تموت ولم تراها؟ قال: لا تخافوا علي، فإني لن أموت من وجع هذا، إنما سأموت إذا اخضبت لحيتي بدم رقبتي. كان يتيقن رضي الله عنه بما قاله النبي. في هذا الوقت كان في ثلاثة من الخوارج اتفقوا على قتل الثلاثة الكبار: علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص. اتفقوا أن يقتلوهم في ليلة 17 يوم 16 من رمضان. شوفوا كيف أراد الله لعلي أن يموت في ليلة أشبه ما تكون بليلة بدر يوم انتصار. وانظروا كيف التباس الحق بالباطل. كان واحد منهم اسمه عبد الرحمن ابن ملجم أو ملجم، قال: أنا علي علي. يقول عبد الرحمن: اتركوا علي علي. فاختبأ في الكوفة في بداية رمضان، واتفقوا وأخذ يسن سيفه يريد قتل علي. أول ما وصل الكوفة تعرف على امرأة فتزوجها واشترطت عليه شرط من شروط المهر: أنك لا تتزوجني إلا وتعدني بأن تقتل علي. فقال: ما جئت إلا لقتله، وهذا الشرط يزيدني تمسكا بما تريدين. وأخذ علي أحس بالموت رضي الله عنه، يفطر يوما عند الحسن ويوم عند الحسين ويوم عند عبد الله بن جعفر بن أخيه، ويفطر على ثلاث لقمات أو لقيمات. قالوا: كل. قال: أحب أن ألقى الله خميص البطن خفيفا حتى أستمتع بلقاء ربي. وفي ليلة 17 من رمضان نام واستيقظ وصلى الليل وخرج لصلاة الفجر. يقال أن الدواب في البيت تصيح، فجاءت النساء تهش الدجاج، قال: اتركوها، والله إن الدجاج ينعى علي بن أبي طالب. وأخذ يبكي فبكوا. فخرج علي وخرج عبد الرحمن، فضرب علي غدرا من خلفه ضربات بالسيف على رأسه، فشج رأسه وسقط وامتلأت لحيته بالدماء. فقال: صدق رسول الله، صدق رسول الله، لقد اخضبت هذه من هذه. فحمل إلى بيته رضي الله عنه، وجيء بعبد الرحمن بن ملجم. قال له علي: ما حملك على ذلك؟ قال: والله إني كنت أشحذ سيفي سما 7 ليالي، ودعوت الله أن أقتل به شر الناس. قال: أنت شر الناس وستقتل به. فالتفت إلى أبنائه قال: يا أبنائي، لا تفعلوا به شيئا، إن أنا عشت فأنا أولى أن أقتص لنفسي، إما أن أقتص أو أعفو، وإن أنا مت فاقتلوه ولا تمثلوا به ولا تقتلوا أحدا معه، فإن الله لا يحب المعتدين. وظل يومين، وظل يومين لا يذكر إلا الله ولا يتحدث مع أحد. ضرب في يوم الجمعة، وبقي السبت والأحد وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله. ثم مات رضي الله عنه، وكفنه الحسن والحسين وغسلوه ودفن في الكوفة، وصلى عليه الحسن والحسين والناس، ولم يعلم قبره، ولم يعلم قبره رضي الله عنه على درجة اليقين، خشية أن ينبش قبره. وتولى الخلافة من بعده ابنه الحسن 6 أشهر، ثم تنازل للخلافة عن معاوية ابن أبي سفيان. وهذا مصداق لقول النبي: إن ابني هذا سيد، عسى الله أن يصلح بين فئتين به من المسلمين. ويتنازل عن الخلافة، ومدتها بالضبط 30 سنة باليوم. وصدق رسول الله، ستكون الخلافة 30 عائما دائما يكون ملكا. أبو بكر بدأ شهر ربيع الأول 11 من هجرة النبي، والحسن تنازل شهر ربيع الأول 41 هجرية. هذه من أحلى وأجمل فترات هذه الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن علي بن أبي طالب.
رضي الله عنه كان قوي، من صفاته أنه ليس بالطويل ولا بالقصير، كان ربعة من الرجال كما ذكر ذلك أهل السير، وكان وجهه يشبه وجه النبي في استدارته، يقال إذا نظرت إلى وجهه كأنك تنظر إلى القمر من جماله رضي الله عنه، إذا ابتسم كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف أنه علي إذا مشى لأنك ترى خلف ظهره، يقولون ظهره يشابه ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في المشي، قوي العضلة والذراع والساق، أصلع الرأس، غزير شعر الصدر والكتفين، غليظ اليدين، قوي، لكن قوته سخرها في سبيل ربه جل في علاه. وقلت لكم إذا تحدثت عن علي والله لن يغيب عنك الشجاعة ولا القوة، بل ولا حتى العبادة ولا الصلاح ولا الثبات ولا الزهد، هذه الضخامة والقوة لم يستخدمها إلا فيما يرضي الله وفي طاعة الله جل وعلا. يقولون كان إذا أمسك الرجل بيده كأنما يعني تضيقت أنفاسه، اللي يمسك أنفاس الرجل تخرج وتصعد من شدة قوة رضي الله عنه. لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين على النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول جمع بني هاشم وأولم لهم وليمة، ولما اجتمع بني هاشم قال يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار، ثم نادى بني هاشم ونادى فاطمة ابنته ونادى صفية عمته ونادى من كان حاضرا، ثم قال إن كذبت الناس ما كذبتكم وإن غدرت الناس ما غدرتكم، وحاشاه أن يغدر أحد أو يكذب عليه الصلاة والسلام. إن كذبت الناس يا بني هاشم ما راح أكذب عليه، وإن غدرت أحد من قريش ما غدرتكم، آمنوا فإني رسول الله إليكم وإلى الناس عامة. فقام أبو لهب وأسكته ولا قدر يكمل، فدعاهم بعدها بفترة وأولم، ثم قام مرة أخرى وتحدث عليه الصلاة والسلام ولم يسلم معه أحد، ثم قال من يبايعني؟ طبعا علي كان قد أسلم، فقام علي رضي الله عنه فمد يده إلى النبي في المجلس اللي فيه الكبار، فرضي النبي بمدة يده وإسلامه ومبايعته، حتى قال مثل أبو لهب وغيره قال لم يمد يد أحد إلى محمد إلا الأطفال والصغار، من باب التهكم يقولها في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمد علي يده، والله كأني بعلي رضي الله عنه وهو يمد يده على رسول الله عمره 10 سنوات، لكنه كأنه أدرك هذه المسؤولية العظيمة التي ستقابله. رضي الله عن علي بن أبي طالب وأرضاه، وجمعنا وإياكم وإياه مع حبيبنا محمد بن عبد الله. هذا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.